الكلام اللي انا سمعته ده وليه؟ ايه؟ امبارح كنت قاعدة مع مرات المعلم ربيع. حصل. كنت بتتكلمي معاه في ايه؟ بفضفض معاه. عايزة الواد كامل ابننا يطلع مهندس. ده يوم المونة. مونة مين يا وليه؟ الواد يطلع دكتور. لا الواد هيطلع يطلع دكتور. هيطلع يطلع دكتور. ها؟ في ايه ده؟ انسى ولا كامل. قلت تعالى هنا. انت قرفان مني ولا ايه؟ تطلع ايه يا ده اما تكبر يا؟ اطلع دكتور. جدع يا. ولا هتطلع مهندس عشان تبني لامك العماره اللي هي عايزاها؟ اطلع مهندس. ولا تطلع دكتور عشان تعالج امك اما تتشل. اطلع دكتور بس تتشل. والله ابنك جابت نفسك. ست الحبايب يا حبيبه. تعمل ايه يا بابا؟ تطلع دكتور يا. دكتور اكتر واحد بيشتغل في البلد دي. اكتر واحد بيشتغل. كل الناس بيروحوا له. العيالين بيروحوا له. بسم الله الرحمن الرحيم. تطلع دكتور غصب عنك وعن امك يا. وانت عايز دراعي في حاجه يا بابا؟ يا انت انا عايز مصلحتك يا. شوف انت عندنا في سوق الخضار والفاكهه، الخضار والفاكهه دول مش بترش مبيدات؟ حلو. الناس تاكل الخضار والفاكهه فيهم المبيدات، يحصل لهم ايه يا؟ يجي لهم اسهال. يروحوا فين؟ الحمام. يفضلوا طول الليل رايحين جايين على الحمام؟ روحوا على الدكتور يتعالجوا يا. ايوه صح. عرفت يا دي ان انا عايز مصلحتك؟ طبعا. اطلع دكتور. اطلع دكتور بدل ما اطلع لك في احلامك. هطلع دكتور معالج نفسي. تطلع دكتور ولا عايز تطلع ايه تاني يا؟ عايز اطلع طيار. طيار؟ ونقعد ندور عليك في السما يا اهبل. دكتور معانا هنا، فاهم ولا لا؟ ايوه صح ماشي حاضر. اطلع دكتور. دكتور. يلا يا وليه. يلا. فين الاكل؟ المحشي على النار. اطلع اطلع قدامي. حاضر اتفضل. اطلع قدامي يا وليه. هتطلع مهندس وبالليل هشغلك طبال. سمعتك يا وليه. قدامي. حاضر. قدامي على المحشي. بس يا.